طب صباحكم بكل الخير وإلى موجز بأهم وآخر الأنباء من تن. أكد مساعد وزير الخارجية أيمن مشرف للقائم بالأعمال الإيطالي في القاهرة ستيفانو كاتاني لدى استقباله ضرورة استجلاء تفاصيل واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية تابعة لشخص إيطالي، حيث أبلغ مشرف الجانب الإيطالي أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في شهر مارس الماضي أي بعد 10 أشهر، كما استفسر عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع لها. من جانبه أكد كاتاني قيامه بالتواصل مع السلطات المعنية في بلاده من أجل سرعة استجلاء الحقيقة أمام الجانب المصري. وجه وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد التهنئة للشعب المصري بحلول ذكرى 10 من رمضان وحرب أكتوبر 1973، وغرد بن أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر بمناسبة ذكرى 10 من رمضان واصفا إياها بذكرى العبور واستعادة الأرض، وداعيا الله بالرحمة للرئيس الشهيد محمد أنور السادات وكل شهداء مصر. استقبل قداسة بابا الإسكندرية وبطريركة الكرازة المرقسية البابا تودروس الثاني النائب العام اليونانية، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. كانت الكنيسة القبطية بدأت إحياء الذكرى الأولى لشهداء حادث دير الأنبا صموئيل الإرهابي البالغ عددهم 28 شخصا ينتمون لأربعة هي المنيا وأبو قرقاس وبني مزار ومغاغة والفشن. يشارك وزير الخارجية سامح شكري اليوم في اجتماعات الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأتي مشاركة مصر في الاجتماع على ضوء ترأسها للاتحاد الإفريقي 2019، ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية نيابة عن الرئيس السيسي في اجتماع هيئة رئاسة الاتحاد باعتبار أن الرئيس عضو في الترويكا الرئاسية للإصلاح. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة إجمالية لشهداء مسيرات العودة منذ انطلاقها، وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد الشهداء في الضفة الغربية وقطاع غزة ارتفع إلى 120 شهيدا منذ بدء مسيرات العودة في 30 من مارس الماضي، من بينهم 14 طفلا، حيث ارتقى آخر الشهداء في مستشفى مار يوسف بالقدس متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام شرق غزة. تمكنت القوات اليمنية من السيطرة على 50% من مديرية التحتية وسط انكسارات في دفاعات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران نتيجة الحصار الذي تطبقه عليها القوات اليمنية التي سيطرت كذلك على مفرق زبيد والفازة، فيما تواصل تقدمها الميداني باتجاه الحديدة في الساحل الغربي لليمن. اتهم منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بتشديد القيود على أنشطة منظمات الإغاثة في المناطق الشمالية التي تسيطر عليها. وأشار لوكوك إلى أن الميليشيات الحوثية تحتجز الموظفين الإنسانيين الأمميين حيث تعرضهم للترهيب وتأخير تأشيراتهم وحرمانهم منها. يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني بمنافسه ليفربول الإنجليزي في 9:45 من مساء اليوم على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا. يذكر أن النجم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني أعلن في وقت سابق خوضه لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه أمام ريال مدريد الإسباني صائما. الموجز انتهى، أشكركم على متابعته.